السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ايه رأيكم في الصينية الخطيرة دي؟ صينية الكفتة بالخضار، انما بصراحة هايلة هايلة جدا. عملنا جنبها حبة رز بشعرية، بصراحة مش عايزة اقول لكم، خطيرة خطيرة فوق الخطيرة كمان. بصوا الجمال، نركن دي كده. شايفين يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال؟ البطاطسايه عامله ازاي، ولا الكفته الله اكبر عليها، حاجه كده في منتهى الجمال واللذاذه. شايفه؟ شايفه الجمال؟ تعالوا بينا كده نسمي الله ونشوف الطريقه الحلوه بتاعه الكفته بالخضار دي عملناها ازاي. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وسعاده وراحه بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناه الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ النهارده هنعمل كفته بالخضار او كفته بالبتنجان والبطاطس، وهنضيف لها حبه خضار حلوين كده، هتعجبكم جدا، حاجه كده بجد سريعه وخطيره ومش مكلفه خالص. معانا ايه؟ معانا البتنجان زي ما انتم شايفينه، قطعناه بالشكل ده، تمام؟ شايفين حجمه حلو. ومعانا كمان خضار ايه؟ معانا بطاطس، ومعانا جزر، ومعانا طماطم، ومعانا فلفل، تمام، وبصل، ومعانا نص كيلو من اللحمه المفرومه. طيب هنعمل ايه بعد ما قطعنا كده البتنجان بتاعنا؟ هنحط كوبايتين من الميه وعليهم معلقتين من الملح، وهنحط البتنجان بتاعنا ده في الميه بملح كده لمده ايه؟ 10 دقايق. جبت كوبايتين ميه زي ما انتم شايفين، وهبتدي انزل بمعلقتين ملح، تمام، حلوين كده اهو. طبعا البتنجان بتاعي مغسول وزي الفل، تمام، هدول الملح، وبعدين ابتدي انزل بقى بالبتنجان بتاعنا ده، بسم الله، عشان يبقى متبل كده وواخد طعم حلو قوي اهو كده، تمام، زي الفل. هسيبه بقى 10 دقايق كده ينزل بقى الميه بتاعته ويتبل من الميه بملح كده اهو بالشكل ده، هركنه على جنب. وطبعا بيت الخضار بتاعي هقطعه دواير بالشكل اللي انت شفتيه معايا ده. عندي بقى نص كيلو من اللحمة، تمام، هنزل عليهم ببصلية مبشورة اهو بالشكل ده، تمام، وعندي كمان عودين كده من البقدونس هنزل عليهم بيهم، تمام، مع بقى التوابل اللي هي عبارة عن ملح، معلقة من الفلفل الأسمر، معلقة شطة حسب ايه الرغبة، تمام، ونقلب كل ده كده مع بعضه. نمسك بقى كل مكوناتنا دي بقى نقلبها كويس قوي كده اهو، او نعجنها حلو قوي كده لحد ما الانسجة بتاعت اللحمة كده تبقى معايا كلها مع بعضها كده حلوة، تمام يا جماعة، بالشكل ده كده زي الفل، تمام. هنمسك بقى الكفتة بتاعتنا، ناخد قطعة قطعة كده اهي بالشكل ده، ونبتدي نكورها كده، وبعدين نبططها بالشكل ده. شايفين فردناها ازاي؟ اهي بالشكل ده نكور كده الأول، وبعدين نبططها بالشكل ده اهو، نظبط الشكل بتاعها كده اهو. بصوا شكلها بقى كده، نعمل كمان واحدة يا جماعة، نبططها حلو اهو بالشكل ده، تمام. خلص بيت الكمية بتاعتنا بقى كده، خلاص خلصنا الكفتة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. هنركنها بقى ونجيب كل الخضار بتاعنا اللي قطعناه، والصينية كمان بتاعتنا اللي هنحط فيها. هنعمل ايه بقى؟ هناخد بطاطساية مع بتنجانية مع واحدة من الكفتة اللي عملناها ديت، بططناها بالشكل ده، مع ايه كمان؟ مع طماطماية وبصلاية، ادي البصلة وادي طماطماية،
تمام، وجزرايه حلوه كده اهي بالشكل ده، تمام شايفين كل الخضار اللي عندنا. نسينا نحط ايه؟ نسينا نحط فلفل، وادي الفلفل بتاعنا. تمام تمام نخليه قبل الجزرايه كده اهو، تمام. ونروح رصين كده في الصينيه بتاعتنا اهي، شايفين الجمال. نعمل واحده كمان كده مع بعض. هناخد ايه اول حاجه؟ قلنا بطاطسايه حلوه اهي مع بتنجانيه اهي، مع واحده كده من الكفته اهي، تمام، مع بصلايه اهي بصلايه، تمام، مع ايه كمان؟ مع طماطمايه اهي الطماطم، نفتحها فوق شويه كده، واحده فلفل، واحده ايه؟ واحده جزر اهو. ونروح رصين يا جماعه برضو بالشكل ده اهو. نكمل بقى بقيه الصينيه بتاعتنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نعدل بس القرن الفلفل اللي وقع ده، نجيب غيره هنحطه برضو ما تلاقوش اهو بالشكل ده، ونظبط بقى الصينيه بتاعتنا طول ما احنا ماشيين كده. كده خلاص احنا خلصنا رص الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. طيب نعمل ايه بعد كده بقى؟ نعمل بقى الصوص اللي هنسقي بيه الصينيه عشان تستوي، تمام. تعالوا بقى بينا كده نشوف الصوص بتاع الصينيه الخطيره دي هنعمله ازاي. شايفين الجمال؟ هنا بقى حطينا الماده الدهنيه سواء كان الزيت او سمنه، تمام، وهننزل بمعلقه كبيره من الثوم. حطينا الثوم بالشكل ده مجرد انه يصفر. هبتدي انزل بنص شفشق من الطماطم. الريحه طالعه يا جماعه خطيره هنا، تمام كده خلاص. هننزل عليها بقى بالطماطم، بسم الله، ونحط ملح وفلفل وحبه شطه صغيرين. ادي الملح والفلفل وادي حبه الشطه الصغيرين، وهسيب الطماطم بتاعتنا دي بقى ايه تسبك كده مع بعضها، تمام. هنا بقى الطماطم بتاعتنا خلاص كده سبكت. بتأسف عن الإضاءة يا جماعة، بس النور قطع عندي صراحة يعني، تمام اهو. هبتدي بقى اسقيها بقى بالشكل ده، بسم الله بالشكل ده. وبعد كده هغطيها وادخلها الفرن على درجة حرارة 200 تتشرب من الصلصة الخطيرة دي وتستوي كمان. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. الشكل يا جماعة بيتكلم عن نفسه، مش محتاجة ان انا اقول على الجمال ده ايه. شايفين قد ايه هي جميلة وخطيرة تمام بالشكل ده. طبعا بقى هتستوي بالصوص الخطير ده، تمام. هغطيها وادخلها الفرن يا جماعة. وده كده شكل الصينيه بتاعتنا القمر. شايفين الجمال؟ حاجه كده في منتهى اللذاذه يا جماعه، وبالف هنا وشفا يا رب للي ياكل. شايفين الجمال؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.